ممكن ناخدها لمؤاخذة مشفية من غير حامة، لا دوش الدماغ بأدوية ولا مستشفيات ولا اللازم منه. وأكيد دلوقتي محتاجة راجل لمؤاخذة يقف معاها في الزمن المهب ده. لا مش مهب وبس، ده مهبب بستين نيلة. ده أنا مش شايف غير واحد السنين قاعد قدامي دلوقتي. استنى يا أستاذ، أنا هجيبها لك من الآخر. يا ريت يا عروسة. أنا بشتغل رقصة في كباريهات. يا سلام، مفيهاش غضاضة. بطلي. أبطل؟ ويا دار ما دخلك شر وتفتحي صفحة جديدة وتدخلي بيت عدلك معززة مكرمة، وأي حد يفتح بقه عليكي يكرس. بالك أنت يا أستاذ محفوظ، أنا مراتي التانية يعني كانت شغالة شغلانة مش ولا بد. بس ربنا تاب عليها، محدش من يوميها بيقدر يفتح بقه بكلمة واحدة عليها. الناس بتنسى يا أستاذ محفوظ. الناس اللي جلدها تخين، اللي دمها مية ساعة متلجة. مقصودش يعني، والله أقصد بغض النظر، من غير غضاضة. أيوة غضاضة. عروسة، ما عندكيش أي كلمة كده عاوزة تقوليها؟ سي الأستاذ، عايزك في كلمتين على جنب. بس أنا مش فاكر إن أنا وعدتك بحاجة غير. لا، أنت ما وعدتنيش، كلها تلميحات، لسانك عمره ما قال حاجة، لكن عينيك قالت كل حاجة. أنا منكرش، يمكن أكون فكرت مرة اتنين، لكن نزلت من نظرك. مش القصد، صدقيني مش القصد. انت كنت مضطرة، يعني حتى لو ما كنتيش مضطرة دي حياتك، من حقك تعملي فيها كل اللي انت عايزاه. انا عايز اعرف حاجة واحدة بس، ألزمك ولا ملزمكش؟ ربنا أعلم. ما ستك عندي قد ايه؟ كلام، كله كلام. امتى الكلام ده ميبقاش كلام بس؟ مش عارف. طيب، انا ممكن استناك تنسى سنة، اتنين، تلاتة، عشرة، مش مهم. ولأي وقت هتنزل تخبط على باب بيتنا انا هستناك. ايه المشكلة؟ مش فيك يا انتصار، صدقيني المشكلة فيا انا. أنا لغاية دلوقتي مش عارف لي راس من رجلين، حياتي كلها مكلكعة وملخبطة. مش عايز أظلمك معايا. والله تظلم نفسك معايا. طبعا حاجي إيه أنا جنب بنت الأكابر، بنت الحسب والنسب؟ مش حاجة حاجة. طب أنا عموما متشكرة أوي على صراحتك، متشكرين قوي. استني جابر، انا موافقه اتجوزك. بجد؟ مش قلت لك نفسي طويل؟ ولو ما كنتش دفنت من امبارح كنت رقعت زغروطه. خليها في وقتها، الفرح بعد الاربعين على طول. صحيح، سرك بات يا محفوظ يا ابن الزلطه. ومال محفوظ بشغل بنتك يا معزة؟ هقولك ايه يا حبيبتي ولا ايه؟ البنت من ساعة ما خدت الدبلون وهي دايخة على شغل ما هيش لاقية، فأنا قلت يعني يمكن الأستاذ محفوظ يقدر يشوف لها شغلانة تساعدنا بيها وتساعد نفسها. أنا عارفة يا أختي إن الحالة صعبة اليومين دول، بس معرفش إذا كان محفوظ هيقدر يساعدها ولا لأ. ده بقاله أكتر من 20 سنة برا البلد وما يعرفش حاجة خالص. وهو رجع يا حبيبتي وبقاله شان ورن، وش عربيات فخمة رايحة وجاية، وبرامج في التلفزيون وفي النت. ضروري هيقدر يساعدها يا حبيبتي، ضروري. ودي جميلة مش هنساها له العمر كله.
حاضر يا اختي، عناية الاثنين. هبلغه يا اختي ان شاء الله. طب يا حبيبتي، ده بقى ورق عزة كله في الدوسي ده، تدهول وتقولي له ام عزة بتسلم عليك قوي. حاضر يا اختي، عناية. تسلم عينيك يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا، بلغي سلامي. حاضر. فضتك بعافية يا حبيبتي. الله يعافيك، الله يعافيك. وسامح المعد عشان نشوف هنعمل ايه. هقابلهم بكره. كويس. حركه امبارح بتاعت الاعتصام دي كانت فيري افكتيف. انا شايفه ان ده المفروض يبقى اتجاهك في التلفزيون. انت المفروض تبقى صوت الناس وتوصل صوتهم للي ما بيسمعهمش. ايوه، بس المفروض كمان الواحد ما يتاجرش بالناس. المفروض ان الناس دي طلباتها لازم تتنفذ. طب ما هي طبعا هتتنفذ. انت مال مودك النهارده؟ النهارده انت في حاجه مضايقاك؟ لا مفيش. وانا يعني ممكن اسالك سؤال؟ شور. يعني تحت اي ظروف انت ممكن تتجوزي واحد غصب عنك بس برضاكي؟ يعني ايه؟ يعني ممكن انت تتجوزي واحد مش طايقاه عشان تبعتي رساله لحد تاني؟ حد تاني بحبه مثلا؟ مثلا؟ طب ما انا لو بحبه مش هسيبه يضيع من ايدي وروح اتجوز واحد تاني كمان؟ افرضي بقى هو اللي اتنازل عنك، يبقى ما يستاهلنيش. هو انت بتكلمني عن حد معين مثلا؟ لا لا لا، ناس كده باب الخلق، يعني موقف مشابه.